السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وانتوا بتشوفوا الفيديو ده النهاردة. في الفيديو النهاردة هكمل بقية المشتريات اللي جات لي او اللي انا طلبتها في البلاك فرايداي. كنت قلت في فيديو مشتريات البلاك فرايداي هسيب لكم اللينك بتاعه هنا اهوت، ان انا مش كل حاجة جات لي وكان ناقص شوية حاجات. فمن الحاجات اللي كانت ناقصة المكنة ديت، دي مكنة المفروض ان هي بتشيل الوبر. كمان انا كنت جبت المكنة دي برضو ان هي المفروض ان هي بتشيل الوبر. هجرب الاثنين مع بعض، حابة ان انا اجرب الاثنين سوا واعمل زي مقارنة ما بين الاثنين عشان اشوف انه فيهم احسن. قبل ما ابدأ الفيديو، قبل ما اوريكم المقارنة، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وكومنت وسبسكرايب ليوتيوب تشانل وتدوسوا على جرس الاشعارات. يلا بينا نشوف التجربة، وتستنوني في اخر الفيديو هقول لكم رأيي. اوكي، في الاول قررت ان انا ابدأ بالمكنة بتاعت ازالة الوبر اللي هي اليدوية، تعتبر اليدوية عشان التانية شبه مكنة فعلا. فانا قررت ان انا ابدأ باليدوية الاول، اشوف هي شكلها عامل ازاي من جوه، عبارة عن ايه، هتشتغل ازاي، هعرف استخدمها ولا لا. لما فتحتها لقيت هي عبارة عن جزئين، جزء كبير وفي جزء صغير تاني. انا بصراحة ما جربتوش، بس جربت الجزء الكبير بتاعها. بالمناسبة اللي لونها احمر ديت، دي البطانية بتاعتي، بس عليها كمية وبر وحاجات كتير انا بصراحة مش عارفة اشيلها. فدي كانت من الحاجات والافكار اللي خلتني ان انا اجرب حاجة زي كده، او ان انا اشتري حاجة زي كده واجربها. مش عارفة اذا كنت استخدمتها صح ولا غلط، بس سيبولي في الكومنتس تحت اذا كنت استخدمت اللي هي المكنة اليدوية ديت صح او غلط. لما مشيتها على البطانية هي شالت جزء كويس مش وحش، بس مش كل حاجة، يعني مش ما عملتش النظافة المطلوبة او الملحوظة ساعة لما بنشيل الوبر. فقررت ان انا اجيب بلوزة عندي عليها برضو وبر كتير قوي وحاجات زي ديت، شالت برضو جزء كويس منها مش وحش، بس مش كل حاجة. فمن هنا قررت بقى ان دي مش هتنفع للاستخدام ده خالص، فقلت اخليها. وبعد كده قررت ان انا استخدم المكنة بقى اللي هي التانية اللي اتأخرت عليا في المشتريات بتاعت البلاك فرايداي. فاول ما فتحتها انا اتصدمت لان انا فعلا ما كنتش اخد بالي خالص خالص وانا بشتريها ان هي تتشحن. فبعدين لما عرفت ان هي بتتشحن وشفت السلك بتاع الشاحن، انا اتبسطت واتصدمت في نفس الوقت، لان كنت محضرة بطارية وخليها جنبي عشان كنت استخدمها، كنت فاكرها بتشتغل بالبطارية. بعدين جبت البطانية بتاعتي تاني عشان اجرب عليها المكنة دي بقى تاني عشان اشوف هتبقى عاملة ازاي. انا بصراحة انبهرت واتصدمت لما شفت النتيجة. متخيلتش ان هي هتشيل كمية كويسة جدا من الوبر اللي كان موجود في البطانية.
انا قررت ان انا اجربها على برضو هدوم تانية بس الوبر فيها اكتر. وهنا برضو انا عملت تريك كده معينة، ان انا خليت ايدي بطيئة شوية في الاستخدام، ما خليتش ان انا امشي بالمكنة بسرعة 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 زي ما عملت على البطانية. حسيت ان هي مش مدية افكت كويس، فمشيت عليها بالراحة خالص، قعدت امشي رايح جاي بالراحة. بعدين بعد ما خلصت فتحت العلبة عشان اشوف الوبر اللي طلع، بجد كل ما بتكون ايدنا ابطأ شوية في استخدام المكنة دي كل ما بيكون الافكت عالي قوي قوي قوي، وبتشيل كتير جدا 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 من الوبر والحاجات اللي بتبقى معلقة في الهدوم، في التيشيرتس، في البلوفرات، في اي حاجة واتفر. بس بصراحة ما كنتش اتخيل النتيجة هتكون ممتازة جدا 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 اول لما استخدمها بطريقة بطيئة شوية وبالراحة خالص، عملت افكت كويس جدا. اوكي، زي ما شفتوا الفرق ما بين الاتنين، انا بصراحة انبهرت ان ديت بتشتغل بالشحن، مكنش اتخيل. انا حتى كنت شارية بطارية، عشان انا اللي فهمته ساعة لما اشتريت المكنة دي ان هي شغالة بالبطارية. بصراحة ديت ما عجبتنيش. هي ممكن تكون كويسة جدا لو انتوا عندكم مثلا حيوان اليف زي القطط او الكلاب او كده، بيكون الشعر بتاعها هو اللي بتشيله بيكون اسهل واسرع. انما دي بصراحة ممتازة جدا، انا ما تخيلش ان هي بالكفاءة دي. حتى انا هسيب كومنت، هحاول اسيبه لكم هنا، هسيب كومنت في سوق ساعة لما انا اشتريت البرودكت ده، هسيب كومنت هناك عشان لو انتوا حابين تشتروا اي برودكت تنسوش تشوفوا الكومنتس والتعليقات عليها عشان تبقوا عارفين اذا كانت هي حاجة حلوة ولا وحشة قبل ما تشتروها. اتمنى اكون فدتكم في الريفيو بتاع النهاردة. لو وصلت لحد اخر الفيديو سيبولي في الكومنتس تحت اي برودكت انتوا حابين ان انتوا تجربوها عشان نشوف اذا كانت تستاهل ان احنا نشتريها وان احنا نستخدمها ولا لا. اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وكومنت وسبسكرايب ليوتيوب شانل، ودوسوا على جرس الاشعارات. باي باي.